أيها الأخوة، الآن تبدأ بوادر الموكب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة، وهذه هي السيارة تشاهدونها بعد لحظات، المقلة لمولانا حضرة صاحب الجلالة في زيارته هذه لمنظمة اليونسكو. يصل الآن الموكب. هناك تعاون بين منظمة اليونسكو وسلطنة عمان التي انضمت رسميا في 1972، وتم إصدار المرسوم السلطاني السامي بتشكيل اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو منذ انضمامها إلى المنظمة. أما آخر مرسوم بشأن اللجنة فصدر في 26 من ديسمبر لعام 1988 بإجراء بعض التعديلات على النظام السابق. وقد تم تعيين مندوب دائم متفرغ في شهر أبريل من عام 84، بعد أن كان سعادة السفير العماني في فرنسا يغطي أعمال المنظمة نتيجة للتطور الكبير الذي طرأ على العلاقات التي تربط بين السلطنة والمنظمة. أهم المجالات التي ساهمت اليونسكو في تحقيقها في السلطنة خلال فترة ما بين عامي 80-88، المشاركة في المؤتمرات والندوات التالية: 11 مؤتمرا نظمته اليونسكو، 28 ندوة دراسية، 19 دورة تدريبية، 7 حلقات دراسية، 6 بعثات وجولات دراسية. يحيي مولانا حضرة صاحب الجلالة السفراء العرب والمندوبون وأصحاب المعالي رؤساء الوفود في المجلس التنفيذي. من أهم المشاريع القائمة حاليا في نطاق التعاون بين السلطنة والمنظمة تتمثل في مشروع طرق الحرير أو طرق الحوار بين الحضارات، ولا ننسى المكرمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في تقديم اليخت السلطاني فلك السلامة لتنفيذ الرحلة البحرية للمشروع. هناك أيضا اتفاقية تربوية في مجال المساعدات الفنية ضمن قرضي البنك الدولي والثاني والثالث المتوقع توقيعها قريبا. وستقوم اليونسكو بموجب ذلك بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الكبير. كذلك هناك إعادة ترميم قلعة بهلة التي سجلتها لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وستساهم المنظمة في صيانة هذا الموقع التاريخي المهم من خلال ميزانية اللجنة الدولية. وإن شاء الله نتوقع أيضا دخول عدد آخر من هذه الأماكن التاريخية المهمة في عمان في سجل التراث العالمي الإنساني، بحيث نصونها جميعا وتكون معرفتها يعني شائعة ليست فقط في عمان وإنما في كل ربوع العالم، وأقصد بذلك بلدة البليد القديمة في المنطقة الجنوبية ومناطق أخرى تاريخية تزخر بها سلطنة عمان. ما زال مولاي حضرة صاحب الجلالة يصافح كبار المستقبلين في هذا المبنى الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو.
هؤلاء الذين وقفوا هم المندوبون العرب لدى منظمة اليونسكو. تفضل الوزير من سريلانكا. أيها الأخوة المشاهدون، بالإضافة إلى التعاون الذي ذكرته قبل قليل بين اليونسكو وسلطنة عمان، هناك أيضا ورش عمل في المجالات العلمية، حيث تم إقامة 5 معارض عمانية في المقر في باريس ومناطق أخرى في نطاق عمل اليونسكو. وبلغ عدد الخبراء الزائرين من اليونسكو إلى السلطنة 27 خبيرا في مجالات مختلفة ولصالح مختلف المؤسسات الحكومية. إلى جانب ذلك، فقد قامت المنظمة بتقديم مساهماتها المادية والعينية كالمعدات في كافة المجالات التربوية والعلمية والثقافية. بلغ حجم المساعدات منذ عام 1980 حتى نهاية عام 1988 ما يقارب 1,070,000 من الدولارات الأمريكية، مقابل 208,000 دولارات التي قدمتها السلطنة مقابل اشتراكها في ميزانية اليونسكو في نفس الفترة. جلالة السلطان المعظم يوقع الآن على سجل الشرف. هذا السجل يوقع عليه عادة كبار الشخصيات التي تزور مقر منظمة اليونسكو هنا في باريس. وذلك في نفس الوقت الذي غادر فيه رؤساء البعثة الدبلوماسية وكبار المستقبلين إلى قاعة الاحتفالات التي سننقل منها إلى حضراتكم خطاب معالي فيدريكو مايور، هذا الذي يحيي الآن صاحب السمو السيد فهد محمود. وكذلك سنستمع جميعا إلى الخطاب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة الذي يرد إن شاء الله على كلمة معالي فيدريكو مايور. هناك أيضا تعاون وثيق قائم بين اليونسكو وبين وزارة الإعلام العمانية وجامعة السلطان قابوس، وزارة الإسكان، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة البيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية. وستقوم اليونسكو بالمساهمة ماديا في تغطية جزء من تكاليف الندوة الدولية لصخور الأوفيوليت العمانية المقرر تنفيذها في مطلع عام 1990 بحضور مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم بإشراف وزارة النفط والمعادن. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ومعالي فيدريكو مايور المدير العام لمنظمة اليونسكو، يتبادلان الحديث فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالعلاقة الطيبة التي تربطنا في عمان مع هذه المنظمة العالمية المهمة. أصحاب السمو والمعالي ينصتون إلى الحديث الذي يجري الآن بين مولاي حضرة صاحب الجلالة ومعالي المدير العام. ويقدم معالي الدكتور مايور
باسم منظمة اليونسكو هذه الهدية التذكارية النادرة لحضرة صاحب الجلالة، ويتفضل جلالته بتقبلها شاكرا. تستأذن الآن رئيسة البروتوكول في منظمة اليونسكو مولاي حضرة صاحب الجلالة ومعالي المدير العام دكتور فريدريكو مايور في التوجه نحو المكان المخصص لبدء الاحتفال الرسمي، والذي سنستمع فيه إلى الكلمات المتبادلة. هذا الاحتفال الرسمي كما ذكرت يجري على شرف زيارة صاحب الجلالة بحضور أصحاب معالي رئيس المؤتمر العام ورئيس المجلس التنفيذي وكبار شخصيات اليونسكو ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى اليونسكو والسفراء العرب لدى فرنسا وكبار موظفين الصحافة العربية والأجنبية وأصحاب معالي رؤساء الوفود لدى المجلس التنفيذي. التوجه الآن نحو منصة الشرف. الطقس ما زال جميلا ودافئا مع أن السحب أخذت تنتشر في سماء باريس. هذه هي القاعة الكبرى التي سنستمع إليها، منها إلى خطاب معالي الدكتور مايور، حيث يجلس بجنبي الآن المترجم الرسمي لليونسكو الأخ محمد هيكل، فسيقوم إن شاء الله كمترجم رسمي معتمد من اليونسكو بترجمة خطاب معالي فدريكو مايور المدير العام لليونسكو. Your Majesty. صاحب الجلالة. السيد رئيس المؤتمر العام. السيد رئيس المجلس التنفيذي. أصحاب السعادة سيداتي. أصحاب السعادة سيداتي وسادتي. إنه لشرف عظيم لي أن أرحب بجلالتكم هنا في دار اليونسكو. شرفا عظيما بالنسبة لي. فإنني أعتبر زيارتكم رغم أنها زيارة خاطفة شاهدا واضحا على تمسك سلطنة عمان بالمثل العليا لمنظمتنا. وإني أحمل وإنني لا زلت أذكر باعتزاز زيارتي القصيرة لبلادكم في أوائل هذا العام، وأذكر بكل تقدير اهتمام جلالتكم الشخصي الذي أبديتموه خلال مناقشاتنا بمجموعة كبيرة من الموضوعات المتصلة بالتربية والعلم والثقافة والاتصال. إن اهتمامكم الشخصي ببعض المشروعات الثقافية الكبرى الجارية التي تشرف عليها اليونسكو، مثل الدراسة المتكاملة لطرق الخريج وإنشاء مكتبة الإسكندرية، أمر يدعو للارتياح البالغ. وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأشكركم بكل حرارة باسم اليونسكو وباسم كل مجتمع المفكرين والعلماء العاملين في مشروعات طرق الخريج، وذلك لما تفضلتم به من إتاحة يختكم الملكي فلك السلامة لأجل أغراض البعثة البحرية. فهذا اليخت بحكم اسمه يبشر بالخير في سبيل نجاح هذه المهمة الكبيرة. The name of your majesty وخلال العقدين الأخيرين أصبح اسم جلالتكم مرادفا للتقدم والسير إلى الأمام في تاريخ عمان المعاصر. إن الدولة التي تقودونها قد حققت بحكم قيادتكم المستنيرة الكثير، وإن اليسر الذي تحقق به هذا التغيير قد
حاز إعجاب العالم ربما أكثر من التغيير نفسه. فعمان اليوم تستطيع أن تفخر بأنها حققت هذا التغيير دون أن تضحي باستقرارها، وأنها أخذت بأسباب التقدم التكنولوجي دون أن تعرض للخطر تراثها الثقافي وهويتها العربية الإسلامية المتميزة. إن الجهد الذي بذل من أجل ترميم المواقع التاريخية لهو في حد ذاته دليلا على القيمة الكبرى التي توليها حكومتكم لهذه الأمور. وهناك إنجازات كبرى أخرى مثل جامعة السلطان قابوس، وهي تبرهن على أن هذا التراث لم يحل دون تصميمكم على تحقيق التفوق العلمي وأعلى المستويات الأكاديمية اللازمة للقرن القادم. صاحب الجلالة، إنني سأحاول مقاومة إغراء الخوض في الأنشطة العديدة التي تدل على الإسهام الرفيع لسلطنة عمان في عمل منظمتنا، وإننا ممتنون بشكل خاص على الاهتمام الشخصي الذي يبديه صاحب المعالي السيد يحيى محفوظ المنذري وزير التعليم وشؤون الشباب، الذي أشرك اليونسكو في وضع البرامج الطموحة للسلطنة في مجال التربية والتعليم. وإن الأمانة العامة لليونسكو ممتنة للدور النشيط الذي يقوم به بصفة مستمرة وبغير كلل السيد موسى بن جعفر بن حسن المندوب الدائم لدى اليونسكو، والسيد علي صالح المجاني الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في عمان. إن زيارتي الأخيرة إلى عمان قد آتت نتائج مثمرة وأتاحت الفرصة لتحديد مجالات جديدة للتعاون في المستقبل تتصل بالتراث الثقافي وبالبيئة وغيره، وإنني أتطلع للدعم المتصل من جانب جلالتكم في تعزيز علاقات التعاون بين اليونسكو والسلطنة، فاليونسكو بحاجة إلى هذا الدعم. إن إيقاع الأحداث الراهنة والطبيعة العالمية لتحديات اليوم والغد تلقي على المنظمة بمسؤوليات جسام على المسرح العالمي كله، ونحن في سعينا للقيام بهذا الدور بحاجة إلى الجهود الشاملة للمجتمع الدولي في سبيل تحقيق التنمية، ونحن بحاجة إلى أن تتردد رسالتنا ويتردد صوتنا في الآفاق. وكلما بدت مظاهر العنف والتشدد والانغلاق، فإننا نستطيع أن نقول أننا أخفقنا في تحقيق وإعلاء روح اليونسكو. لقد أعلنا عن التزامنا بالكفاح ضد الفقر وضد الاغتراب وضد كل ما من شأنه أن يقضي على تنوع الثقافات. ونحن نعلم أنه ما من شيء يمكن أن يعتبر مفروغا منه، وأن علينا أن نبذل الكثير في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية، وأن نبذل ذلك كل يوم بإخلاص متجدد من أجل الحملة المستمرة في سبيل التعليم باعتباره المدخل إلى تحرير المرأة والرجل والطفل. إننا على عتبة مرحلة حاسمة في تاريخ البشرية، فهل نحن قادرون على القيام بمواجهة هذا التحدي بكل الريادة الفكرية التي ينبغي أن نتحمل بها؟ وكلما تعلق الأمر بالتزامل والتضامن البشريين، فإن على اليونسكو ألا تكتفي بالتواجد على المسرح العالمي،
بل عليها أن تكون فاعلة فيه. إننا لا ينبغي أن نتخلف، بل علينا أن نسير وأن نمضي إلى الأمام باسم البشرية كلها وباسم قدرتها الإبداعية وعبقريتها وقيمها المعنوية، وذلك من أجل تحقيق تنمية أصيلة ذات وجه إنساني صحيح. إن هذه المهمة العظيمة لا يمكن أن تتحقق إلا بتعاون كافة الهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمجتمعات التربوية والعلمية والثقافية، وأن تعمل بطريقة ابتكارية وبلا كلل متطلعة إلى تحقيق السلام والحرية. وكما فعلتم يا صاحب الجلالة في بلادكم، فإن علينا أن نفتح صفحة جديدة وأن نجلس معها لنسطر كلماتها، وعلى هذه الكلمات أن تعبر عن الأولوية القصوى التي نوليها للتعليم ولتدريب كافة أبناء العالم. إن عليها أن تقول أن الحكومات سوف تطلب إلى اليونسكو أن تشترك وإياها في إعداد استراتيجياتها التربوية والعلمية والثقافية وفي مجال الاتصال. إننا نتطلع إلى المشاركة الكاملة من جانب المعلمين والمدرسين والعلماء والصحفيين والمبدعين وكل أولئك الذين يعدون مصممين لبرامجنا ومنتفعين بها في نفس الوقت. إنها لصفحة جديدة مهداة لخدمة الفعالة التي تقدمها اليونسكو لدولها الأعضاء، والتي لا يمكن أن يكون هناك وسيط فيها أو أن تكون ناطقة باسم غيرها بصددها. إن هذه الصفحة الجديدة التي تكتب بلغة جديدة، لغة التضامن، يجب أن تتجه في المقام الأول لخدمة المحرومين والمعزولين والهامشيين وسكان الريف والمعوقين والأميين. وإن المعلم المشترك لهذه الصفحة يجب أن يكون المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. صاحب الجلالة، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، إننا نحن المجتمعون هنا اليوم يحدون حلم مشترك، وقد يبدو هذا الحلم ساذجا، ولكنها سذاجة تدعو للفخر. فقد ذكر السيد سي إي بيبي من نيوزيلندا، وهو من الآباء المؤسسين لليونسكو، أنه بغير السذاجة ما كانت لليونسكو أن ترى الوجود. ولكن إيماننا الذي لا يتزعزع بالدور الأساسي الذي تطلع به المنظمة في سبيل التوصل إلى المعارف وفي سبيل إيجاد مستقبل لماضينا وحاضر لمستقبلنا، بغير ذلك فإن مهمة اليونسكو قد تبدو معوقة بقدر كبير. إن الحياة تعد تفاعلا بين القوى وبين نقاط الضعف، وقد تم الكثير عبر القرون من باسم القوة، ودعونا الآن نمضي على طريق قوة العقل. وإننا في سعينا هذا سوف نذكر على الدوام أن الأمور الملحة والعاجلة لا ينبغي أن تحول بيننا وبين ما نستطيع القيام به للمستقبل. عملنا من أجل اليوم يجب أن يدعونا إلى التطلع إلى المستقبل لتحقيق تنمية أصيلة وذاتية وقابلة للاستمرار. إن زيارتكم يا صاحب الجلالة بحكم كل ما تمثلونه من رمز للحوار وكأحد بناة الجسور بين الأمم، إنما تأتي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لليونسكو، حيث ينعقد مجلسها التنفيذي لدراسة الخطة متوسطة الأجل المنظم. إن زيارتكم ستقدم دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين بلادكم وبين اليونسكو، وهي علاقات نحن بحاجة إلى الحفاظ عليها في مواجهتنا لتحديات الغد. فمرحبا بكم في دار اليونسكو يا صاحب الجلالة، وأهلا وسهلا بكم يا جلالة السلطان في اليونسكو. وهكذا أيها الأخوة، استمعنا إلى ترجمة كلمة معالي المدير العام، قدمها لكم الأخ محمد هيكل
المترجم الرسمي لليونسكو الآن مع الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والتي ستترجم إلى اللغات الستة الرسمية فوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المدير العام لليونسكو، معالي رئيس المؤتمر العام، معالي رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الوفود والمندوبين وأعضاء السلك الدبلوماسي، يسعدنا أن نتوجه إليكم وإلى جميع الحضور بوافر الشكر والتقدير لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، ولكل ما عبرتم عنه معالي المدير العام في كلمتكم من مشاعر طيبة وصادقة نحو شخصنا وبلادنا. كما يسعدنا أن نهنئكم على الجهود الكبيرة والفعالة التي تقومون بها في إدارتكم للمنظمة، متمنين لكم ولكل أجهزة اليونسكو ولجانها والعاملين بها كل التوفيق والنجاح. معالي المدير العام، إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نقوم بهذه الزيارة لمقر اليونسكو لما تهيئه لنا من فرصة للتأكيد على الأهمية البالغة لرسالتها النبيلة في التقريب بين الشعوب وتطوير الصلات العلمية والثقافية فيما بينها، بما يساهم في ترسيخ روح التفاهم والتعاون وتوطيد السلم والأمن العالميين وضمان الاحترام الشامل للعدالة والحريات الأساسية، فضلا عن أهمية دور اليونسكو في تكريس التقدم العلمي والحضاري لخير البشرية جمعا. معالي المدير العام، إننا إذ نحيي الجهود الإيجابية التي تقوم بها اليونسكو في هذا الإطار من خلال مساهمتها المستمرة في برامج التنمية والتعليم بالدول النامية ومشاركتها الإيجابية في حماية التراث ونشر الثقافة وتعميق الحوار بين الحضارات، فإننا ندعو كافة الدول والأعضاء إلى العمل بكل تعاون وإخلاص لتعزيز دور اليونسكو في هذه المجالات الأساسية بما يتفق وأهميته المتزايدة في عصر تشتد فيه الحاجة إلى إعلاء كل القيم والمثل والمبادئ التي تعمل هذه المنظمة على إبرازها وتأكيدها كروابط قوية تجمع بين سائر الأمم والشعوب، وكأساس وطيد لتعاون مثمر يساعد على تحقيق طموحاتها في التقدم والازدهار. وإنه ليسعدنا في هذه المناسبة أن نشيد بالتعاون القائم بين اليونسكو وسلطنة عمان في مجالات التربية والعلوم والثقافة، كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لما تعتزم اليونسكو القيام به من مساهمة في ترميم إحدى القلاع التاريخية الهامة في بلادنا،
وهي قلعة بهلة التي سجلتها اللجنة الدولية للتراث العالمي ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ولما أبدته من استعداد للمساهمة أيضا في الندوة العالمية لصخور الأفليوليت العمانية المقرر عقدها في السلطنة مع مطلع العام المقبل، والتي ستشارك فيها مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم. وانطلاقا من إدراكنا لأهمية البرامج التي تقوم اليونسكو على تنفيذها ضمن عقد الأمم المتحدة للتنمية الثقافية، فإن بلادنا قد حرصت على المشاركة في المشروع الكبير الخاص بإجراء دراسة شاملة لطرق تجارة الحرير، والذي أطلق عليه طرق الحوار بين الحضارات. ومن هنا كان اهتمامنا بتخصيص اليخت السلطاني فلك السلامة لتنفيذ الرحلة البحرية للمشروع، وإننا لنأمل لهذا العمل الحضاري الكبير كل النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه لتوعية الأجيال بأهمية الحوار وحفزها للاطلاع على السجل التاريخي للتفاهم البشري الذي تم عبر طرق التجارة العالمية القديمة، وقدم مثالا طيبا للتمازج والتوافق بين التقاليد والعادات والمعتقدات في عصور تعود إلى أكثر من 2000 عام، لما لذلك من أهمية في تقوية أواصر التواصل الثقافي والحضاري بين سائر الشعوب في توطيد روح التفاهم والوئام في تحقيق أهدافها في التقدم والرقي. وتقديرا منا لدور اليونسكو في تكثيف الجهود العلمية وحفزها للمشاركة الفعالة في إسعاد البشرية، فإنه ليسرنا أن نقدم هدية مالية للمنظمة يخصص ريعها السنوي، ليكون جائزة لمن يسهم من العلماء والمعاهد والمؤسسات بجهد بارز للحفاظ على البيئة. وفي الختام فإنه لا يسعنا إلا أن نعرب عن مزيد من الشكر والتقدير لكم معالي المدير العام ولكل الحضور، مع أطيب تمنياتنا لليونسكو باطراد التقدم في أدائها لرسالتها الإنسانية السامية. والسلام. استمعتم إلى النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في هذه الكلمة المهمة التي ألقاها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أي اليونسكو، والتي استعرض فيها العلاقات الوفيدة بين عمان واليونسكو. ولعل أبرز ما في الكلمة وأهم ما فيها هي المكرمة السامية التي خصصها حضرة صاحب الجلالة للعلماء والمؤسسات التي تعمل من أجل الحفاظ على البيئة، وهي مقدار من المال سيقدمه حضرة صاحب الجلالة لمن يقدم عملا إنسانيا يساعد بني البشر
في أمور المحافظة على البيئة نظرا لما للبيئة من أهمية في وقتنا الحاضر، ويعود ذلك انطلاقا من اهتمام مولانا حضرة صاحب الجلالة بالبيئة، حيث تتميز عمان أيضا بأنها بلد يتميز بالنظافة وتوجد فيه وزارة خاصة للبيئة، وهذه انطباعات أي زائر يزور عمان لأول مرة. مولاي حضرة صاحب الجلالة الآن يتوجه لزيارة المعرض العماني في طريق المغادرة، والمعرض العماني هذا أيها الأخوة الذي تشاهدونه بعد قليل في بثنا المباشر هذا من باريس، تقيمه وزارة الإعلام العمانية، وذلك بمناسبة زيارة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الرسمية الأولى لجمهورية فرنسا الصديقة. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ومعالي الدكتور فدريكو مايور مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي وكبار المدعوين هنا توجهون جميعا لمشاهدة المعرض العماني الذي يضم بعض الصور الفوتوغرافية التي تمثل أوجها النهضة والتقدم والازدهار والحضارة والتاريخ التي عاشتها عمان وتعيشها الآن في العهد الزاهر، عهد الخير والرفاه من أجل الإنسان العماني في الحاضر السعيد، ومن أجل بناء الأجيال القادمة الواعدة في الغد المشرق. هذا هو المعرض، الصور الفوتوغرافية، وإن العلاقة بين سلطنة عمان ومنظمة اليونسكو تتميز بالتطور والنماء السريع، وقد كانت هناك أو كان هناك العديد من قنوات الاتصال والتعاون بين المؤسسات الرسمية في السلطنة والإدارات المختلفة في مقر اليونسكو في باريس ومكاتبها الإقليمية خارج دولة المقر. تمثلت هذه الاتصالات ومجالات التعاون في طلبات السلطنة من خلال برنامج المشاركة والبرنامج العادي للدورة المالية، والمساعدات التي حصلت عليها من خلال البرنامجين المذكورين، وفي طبع وترجمة الفهرس الخاص بوزارة التراث القومي والثقافة المعد من قبل خبير منظمة اليونسكو إلى اللغتين العربية والفرنسية. وهناك مجالات أخرى سأذكرها فيما بعد. مولاي حضرة صاحب الجلالة ومعالي المدير العام، والحضور هنا ينظرون ببهجة إلى هذه الصور الجميلة لمختلف أماكن ومناطق ولايات السلطنة. من الأشياء التي طلبت عمان مساهمة اليونسكو فيها هي مشاركة من اليونسكو لطبع بعض الكتب لصالح وزارة التربية والتعليم والشباب، دائرة محو الأمية تعليم الكبار، وقد طلبت الوزارة
مساهمة اليونسكو، وكذلك طلب إرسال خبير زراعي لوزارة الزراعة والأسماك في السلطنة لتفقد وفحص المزروعات والتعرف على الآفات وتصنيفها، الآفات الزراعية، ومن ثم لمعالجتها ووقاية المزروعات منها. وهناك توفير 20 سماعة لمدرسة الصم من قبل قسم التربية الخاصة بالمدير العام للتعليم في وزارة التربية والتعليم والشباب بناء على إشعار من اليونسكو. وهناك طلب من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث لاستقدام خبير في مجال تلوث البيئة بالعوادم والمياه بالمخلفات، وكذلك طلبت المدير العام للشباب في وزارة التربية والتعليم مساهمة يونسكو في تنظيم دورات تدريبية في مجال المكتبات والتوثيق. هذه الصورة التي يقف أمامها الآن حضرة صاحب الجلالة تجمع الأصالة والحداثة. وشجرة النخيل المباركة الفرص المتوفرة لطالباتنا، إلى جانب إخوانهم الطلبة، نشاطات الشباب التي يقومون بها في إجازاتهم الصيفية ويشغلون أنفسهم فيها خدمة للوطن وللاستفادة من الفراغ الذي قد يخلفه الوقت أو وقت الإجازة. ما زال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ومعالي فدريكو ماير المدير العام لليونسكو والمدعوون يتفقدون هذه الصور و فرقة الخيال التابعة لشرطة العمل السلطانية. صورة الطلبات العمانيات وصور عن الإعلام والثقافة. إن الصور الجميلة التي عرضت في هذا المعرض شدت انتباه الحاضرين ونالت استحسان مولانا حضرة صاحب الجلالة ومضيفه معالي المدير العام فدريكو ماير وكذلك المدعوين، نظرا إلى ما تحتويه من مناظر ومشاهد جميلة تمثل الأصالة العمانية والحداثة. إنها لفتة
إنسانية كبيرة، ولا شك في أن هذه اللفتة ستحدث أصداء واسعة النطاق، ليس على المستوى الإقليمي أو العربي، وإنما كذلك على المستوى العالمي. تلك اللفتة والمكرمة التي تقدم بها حضرة صاحب الجلالة اليوم لليونسكو في جعله جائزة مالية يقدمها حضرة صاحب الجلالة لعلماء أو مؤسسات تقوم بأبحاث إنسانية في مجال الحفاظ على البيئة. أيها الأخوة المشاهدون، وهكذا شاهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ومعالي المدير العام دكتور مايور لليونسكو وكبار المدعوين شاهدوا المعرض العماني الذي نال استحسان الجميع، والذي قامت به وزارة الإعلام العمانية كمشاركة للترحيب بالمقدم السامي لحضرة صاحب الجلالة إلى باريس في هذه الزيارة الرسمية الأولى لجمهورية فرنسا الصديقة. وأيها الأخوة، يتوجه الآن حضرة صاحب الجلالة وأصحاب السمو وأصحاب المعالي أعضاء الوفد الرسمي المرافقون لجلالة السلطان في هذه الزيارة الرسمية الأولى نحو الموكب السامي. حيث سنشاهد الآن مراسم التوديع التي ستتم عند بوابة كبار الزوار. يتشرف معالي فدريكو مايور بمصافحة مولاي حضرة صاحب الجلالة في ختام هذه الزيارة للمبنى الرئيسي لليونسكو. ويتحرك الموكب السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة عائدا إلى مقر إقامة جلالته في قصر ماريني هنا في باريس. أستودعكم الله ولكم تحية.